أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة وأكلة جديدة من مطبخكم مطبخ هناء العمري. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في البيت. المكونات الأكلة النهاردة عندنا فرخة في حدود 1.5 كيلو، وعندنا ملح وبصلة وزعتر ناشف وفلفل أسود وخل وواحدة ليمونة بس، وفي معانا كمان كوباية مية. الفراخ المشوية في البيت بأسهل ما يمكن بطريقة سهلة جدا في الفرن، تطلع زي الفراخ المشوية بالظبط في المطاعم. هنوريكم دلوقتي الطريقة بتاعتها وخطواتها البسيطة، ان شاء الله تلاقوها سهلة جدا وبسيطة. احنا قبل ما هنمسك الفراخ دلوقتي، دي فرخة مغسولة كويس جدا، وزنها قلنا 1.5 كيلو. قبل ما هنمسكها دلوقتي ونزفر ايدينا، هنحط كل مكونات تتبيلة الفراخ المشوية في الخلاط علشان تبقى جاهزة وما نبهدلش ايه الخلاط. بنحط الاول دي بصلة وسط، بنقطعها كده علشان تبقى في الخلاط تضرب بسهولة، تمام. وبنحط عليها ليمونة واحدة، وبنحط المية كوباية مية. المية ديت ضروري علشان البصل يبقى ناعم جدا. الملح مع البصل، الفرخة الواحدة بتاخد 2 معلقة صغيرين ملح مليانين زي ما احنا شايفين كده، تمام. ومعلقة فلفل اسود برضو مليانة اهو، نملاها شوية، تمام. وربع كوباية خل، ربع كوباية خل، تمام. ونبتدي نضرب كل ده في الخلاط لغاية ما يبقى ناعم جدا جدا علشان هنحطه على الفرخة. كده ضربنا كل مكونات التتبيلة الفرخة في الخلاط وبقت ناعمة قوي. هناخدها ونحطها في بولة زي دي، يبقى قلنا هنقول تاني المقادير بتاعة الفراخ الشوي: كوباية مية، بصلة وسط، وليمونة، ومعلقة ملح كبيرة دي للفرخة الواحدة، ومعلقة فلفل اسود صغيرة. اخر حاجة هنحطها وما بنحبش نحطها في الخلاط، الزعتر الناشف ديت معلقة زعتر كبيرة. بس قبل ما ناخد الزعتر لازم نحطه في شوية مية، بنحط مية ليه في الزعتر؟ لان الزعتر فيه رمل، فالرمل هينزل معانا تحت، الزعتر هيبقى طايف على وش المية كده. هناخده هيبقى نضيف، ونلاحظ ان كل الرمل اترسب تحت في المية علشان الفرخة ما نجيش واحنا بناكلها نلاقي فيها رمل في بقنا، تمام. خدنا الزعتر اهو كله، والرمل والطوب كله نزل تحت زي ما احنا شايفين. دي خطوة مهمة جدا بالنسبة للزعتر. خلاص كده التتبيلة جاهزة عندنا، البصل والمية والملح والفلفل والخل والليمون والزعتر. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى ان احنا نبتدي نمسك الفرخة علشان
نقطعها ونشوف ازاي المفروض الفرخة دي تتفتح بطريقة معينة علشان تتشوي وعشان تستوي كلها من بره ومن جوه. هنجيب سكينة وناخد الفرخة بتاعتنا كده، هنحطها قدامنا كده، هنقلبها للظهر بالطريقة دي، تمام؟ ونبتدي من عند سلسلة الظهر ننزل نفتحها وننزل كده لتحت عشان تتفتح. بنفتح الفرخة كده، لازم الفرخة تتفتح من سلسلة الظهر وتتفتح من جميع الجهات علشان التتبيلة تخش فيها. بنفتح من عند الصدر كده ونحاول نعمل فيها شقوق كتير علشان الفرخة تخش فيها التتبيلة. شايفين هنا اهو، احنا عندنا هنا جلد الفرخة هنا متشمع مقفول، احنا عايزين نفتح الورك كده علشان التتبيلة تخش جوه في اللحم اللي هنا ده. بنفتح كده وبنعمل شقوق كده، وعند الصدر برضو بنفتح كده، الورك الناحية التانية برضو مقفول اهو، لا لازم نفتحه. بنفتح ليه كده في الفراخ علشان التتبيلة تخش جوه في اللحم من جوه، ان الفرخة مقفولة جامد. خلاص ادي الفرخة بعد ما اتفتحت بالطريقة ديت، المفروض ناخدها اهي، دي شكل الفرخة بعد ما اتفتحت كلها مستوية وكلها حتة واحدة مفتوحة. هنحطها في التتبيلة بتاعتها، المفروض تقعد في التتبيلة بتاعتها دي يعني يوم كامل في التلاجة. لو انت مستعجلة وعايزة تعمليها في نفس اليوم، زودي معلقة ملح على المعلقتين اللي احنا حطيناهم علشان تتبل بسرعة، ورشة فلفل زيادة برضو بدل معلقة فلفل، لا زودي الفلفل زيادة خليها معلقة ونص. لو انت مستعجلة عايزاها في ساعة كده تخلص معاكي، سيبيها ساعة في التتبيلة اللي احنا عاملينها دي. بنقلبها كده شمال ويمين، احنا هنعتبر ان ديت قعدت في التلاجة يوم، فهنطلعها بعد ما اخدت وقتها واتبلت خلاص. بنطلعها ونحطها على صينية او صاج مفرود ملوش حواف، بتتحط كده صينية او صاج ملوش حواف، نفردها كده نقفلها كده اهو. دي بعد ما قعدت يوم في التلاجة متبلة بالتتبيلة بتاعتها، البصل والملح والفلفل والخل والزعتر والليمون، تمام. الخطوة اللي بعد كده ان الفرن لازم يبقى سخن جدا جدا، يعني درجة حرارة 200 او اكتر، يفضل يبقى اكتر، وتتحط في وسط الفرن على الشبكة مكشوفة بالطريقة دي. احنا مش عايزين اي صينية ليها جناب، الجناب ما بتخليش لحم الجلد الفراخ تتشوي وتاخد وش. لما تسيبيها كده مفرودة من كل النواحي وملهاش جناب هتتشوي بسرعة، حرارة الفرن الجامدة هتدخل لها من كل ناحية وتشوي الجلد ده وتخليه مشوي وغامق وبني كده زي بالظبط المحلات. طيب احنا هنلاحظ وهي في الفرن انها بتنزل صوص كتير تحتيها، احنا مش عايزين تحتيها يبقى في صوص كتير او في مية او شوربة او حاجة، لا بتطلعيها بعد نص ساعة بتدلقي كل الصوص اللي نزل منها في اي طبق عندك وترجعيها تاني الفرن علشان تفضل على طول الصاجة او الصينية دي ناشفة. دلوقتي هنحطها في الفرن ونشوفها بعد ساعة ساعة وربع شكلها عامل ازاي. ودي شكل فرختنا بعد ما طلعت من الفرن وقعدت حوالي ساعة ونص، بتطلع لونها بالطريقة ديت، وجربوها ان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفاء عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.